شريف عبد المنعم على التحكيم، يعني ممكن يحدث في لقاء اخطاء ونتغاضى، لكن كل لقاء حتى لو كان النادي الاهلي فائزا او متعادلا يبقى فيه جدل تحكيمي، ده غير مقبول بالمره ويجب مراجعه الاخطاء مره اخرى من لجنه فاروق، التحكيم. وانت حتى كمان فاروق معلش مش عارف يعني لازم اخش في النقطه، هو انت كمدير فني يا كابتن ربيع انت هيفضل معيشك في ضغط ويخرجك عن تركيزك ويخرجك عن كل اللي انت فيه وعن مسارك اللي انت مخطط له وعن لعيبتك اللي انت كل ده بيبيع، وانت فاكر حسام بدري هيسكت؟ ده ما هيجي هيحط همه كله في مين؟ في اللعيبه، الحاجات دي برضو هيقول لك انت عملت بنطلعنا احنا بره الدنيا، خدت بالك؟ وبيخلينا نخش في حتت ملهاش اي لازمه، احنا طبيعي احنا احسن فرقه في مصر، طبيعي احسن جهاز في مصر، طبيعي احسن امكانيات زي ما بيقول ربيع ان احنا صارفين نص مليار على فرقه زي دي بتخش انها بتاخد بطولات وبتعمل تاريخ للدنيا كلها، هو ده عرف بتاع، هو ده احنا النادي الاهلي. ايوه احنا النادي الاهلي بنشتغل على ان احنا نبقى احسن ناس وادب ناس وكل حاجه في الدنيا والبطولات كلها من حقنا، هو ده الريسيفنج اللي احنا بناخده، التعب اللي بنتعبه، الحته البتاع اللي بناخدها في الاخر دي هي بطوله الدوري او بطوله الكيان او بطوله اي حاجه او بطوله افريقيا، كل ده للناس وكل ده للشعب، احنا ما بنشتغلش غير على كده، انتوا بتعاقبونا ليه؟ بتحسدونا ليه؟ ما تشتغلوا زينا، ما تعملوا زينا، انتوا انا مش فاهم انتوا عايزين من النادي الاهلي ايه؟ عايزين انتوا ايه؟ عايزين تخلوها بمكيالين؟ والكلام ده انا قلته في الاستوديو اللي فات، احنا هنفضل طول عمرنا عايشين بننزل الحكم اقول يا ربنا بقى يستر النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ بخرجك من تركيزك. لا بتقول لي انا في افريقيا كنت بلعب الارض والتحكيم، بلعب الارض والحكام، احنا مش احنا احنا هنفضل لغايه فين يعني؟ احنا مش فاهم انا يعني انتوا ليه بتخلونا احنا معاكم كده؟ ما الحياه جميله واحنا النادي الاهلي المفخره ليكوا والمشرفه ليكوا والعين اللي هي بتودي منتخبك كاس العالم واكثر لعيبتك هي اللي موجوده في النادي الاهلي، انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي بالظبط دلوقتي في المرحله دي؟ انتوا موجهين ولا ايه بالظبط؟ انتوا عندكم اتجاهات ولا ايه؟ انا مش فاهم انا. هو راعوا ضميركم شويه يعني. الامر اصبح غير مفهوم. عموما النادي الاهلي